بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نترحم على كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعودة حميدة للمفقودين والنصر لقواتنا المسلحة. جيناكم بفيديو جديد مع كامل بسيوني، كامل التفاصيل حول موقف العمليات صباح هذا اليوم في سنار والقيادة العامة وبحري ومصفى الجيلي وفي الجزيرة والفاشل والنيل الأبيض والمهندسين وفي كرري وأمبدة والصالحة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد. معركة الفاشل الليلة معركة مفصلية، معركة كبيرة جدا 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 كبيرة جدا جدا جدا. الناس دي جو من أربع اتجاهات، أربع محاور. للأسف للآن المرتزقة الليلة كمان لقينا بطاقات من الجيش الوطني الليبي، بطاقات ولقينا ناس مشاركين معهم من الجيش الوطني الليبي. الجيش الوطني الليبي اللي شفناه وشفنا الجثث حقتهم دنيا زايله وشفنا بطاقاتهم. مرتزقه جو بلدنا دارين يحتلوها، دارين يخربوها، دارين يدمروها. احنا نقول لهم نرفع لهم العلم الابيض، نقول لهم لا للحرب، نقول لهم تعال نقعد عشان نتفاوض عشان نديكم الحياه اللي دايرينها. الحمد لله والشكر لله جيش مشترك انتصروا الليلة في الفاشر. كمية كبيرة جدا من الهلكة، قيادات الصف الأول كلهم دنيا زايلة، التشاديين كلهم دنيا زايلة، الملاقيط كلهم دنيا زايلة. مهدي بشير ده قائد بتحركة في تشاد، قائد بتحركة بتاعت معارضة في تشاد، تشادي رسمي شعبي، تشادي رسمي شعبي، وانجغموا معاه كمية ما براو، كمية بتاعت غادة من الجنجويد انجغموا هناك. المحصلة للآن أكثر من 200 دنيا زايلي ديل الحصروم، أكثر من 200، يعني هم قالوا 227 وزيادة. أكثر من 500 ديل ودوهم المستشفيات. منهم 200 ولا أكثر من 200 ديل ودوهم الضعين. حكايتهم بطالة زبيرات، اليد ما في، الرجل ما في، الراس ما في، اللي هنا ما كل زول في عاهة مستديمة. كل زول في عاهة مستديمة. كل واحد فيهم في عاهة مستديمة والحمد لله والشكر لله. كانت معركة كبيرة جدا 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 جدا. أكثر من 39 عربية دنيا زايلة. أكثر من 17 استلمون استلام حي. استلمون الجيش استلام حي. استلام حي. الحمد لله والشكر لله على انتصار الفاشر، انتصار كبير جدا جدا جدا. ناسنا مشوا عشان يلاقوا المبعوث الامريكي في جده، وديل دارين يستغلوا الشغله بهنا زي كل مره. كل مره الجيش بيمشي لحاجه لتفاوض وبيهدينا اللعب والطيران، هم طوالي بخشوا منطقه. سبحان الله ما صدفه، شغل مرتب. المرة دي خاب ظنهم، لأنه الفاشر مقبرة الجنجويد. الفاشر مقبرة الجنجويد مشتركة لأي زول. سمة الجنجويد الآن هناك في المناطق مشتركة، تقول مشتركة الجنجويد اختفي، مشتركة الجنجويد طوالي ما فيه. الحمد لله والشكر لله. الليلة الدق ودق شديد، الليلة الدق ودق شديد، الليلة الدق ودق شديد. حكاية بطالة نزلت لك مقطع صوتي في شكل فيديو، ده بيكاهم، ده البيكا حقهم، بيولولوا ولولة ولولة عديل، ولولة شغالين، ولولة شغالين بيكا عديل، شغالين بيكا. يا جماعة الصفحة الثانية اتحد بتحضروا، ادعموا الصفحة الثانية يا جماعة، ادعموا الصفحة الثانية باللايك والشير وشاركوها عشان تكبر الصفحة الثانية. ديك شغالة والاثنين شغالات، ادعموها لانه الايام الجايه انتصارات وما دايرين نقيف. فالحمد لله والشكر لله الامور ترتبت. المدفع اللي كان بيضرب كل يوم الفاشر وكان بيضرب المدنيين، الحمد لله والشكر لله انجغم الليله. الطيران الليله ضرب كبكابيه وضرب الكومه. ضرب كبكابيه وضرب الكومه، الجنجويد اللي رجعوا هناك ومشوا رجعوا لحقوا الطيران وضربوا جوا كبكابيه وجوا الكومه. واحنا ما دارين هنا، دارين الضرب الضعين جوا، المستشفى بتاع الضعين الان مليانه. المستشفى بتاع الضعين الان مليانه جنجويد. مليانه جنجويد، ضربه واحده اهرس ابو اهله.
احنا شفنا جماعه من الناس المشتركه ديل 72 ساعه، المدافع دي قالوا ضربت، الراجمات دي ضربت جوا المدنيين، قالوا بيضربوا الضعين ولون حق والحق معهم، والقال حقي غلب، زي ما هم بيضربوا مدنيين وزي ما بيضربوا اطفال وزي ما بيضربوا نساء استحملوا لاهلهم. انت ما دار اهلك يتضروا؟ ما دار تجيب البلة لاهلك؟ ما دار اطفالك يموتوا؟ ما دار نسائك يموتوا؟ وقف ضرب النساء والاطفال. دار تقاتل الجيش والمشتركه واعدهم برا صحراء مليانه. قول لهم لاقوني بيجوك، محل ما داير بيجوك. انتوا رجال قول لهم تعالوا لنا في الحته بيجوكم. لكن تضربوا النساء معناته انتوا زي ضربتوا اهلكم. زي ضربت اهلك. لانه ما ده ما بيسكت ولا بياخد يدينه ويربعهم ويقعد يتفرج فيك وانت بتقتل في اهله. ولا بيقعد يتفرج في نساء واطفاله كل يوم دهانات وهو قاعد يتفرج وهو خاتيك ويقول لك والله لا بيضربك 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 وجوه الضعين بيضربك. جوه الضعين بيضربك يا ماديبو. ماديبو جوه الضعين واحداث بيتك نجيبه لهم بالملي يجغموك جوه بيتك. جوه بيتك تنجغم لانك انت راس الحيه. لانك انت راس الافعى. لانك انت راس الافعى. عشان كده الاحداثيات نجيب لهم جوا بيتك يضربوك. جوا بيتك يضربوك يضربوك يضربوك. جوا بيتك يضربوك. عشان الناس تكون عارفه. العين بالعين، السن بالسن، والجنجويت هو الاظلم، نرشه نرشه في اي مكان. نمشي للضربه الثانيه الكبيره. قبلك ما تكلمنا عنها لكن كانت ضربه كتبنا عنها بوستي بدري. انه الجيش ضرب جماعات من جنوب السودان كانت بتقاتل مع التمرد، اتجمعت وطالعه بيبوط، ضربهم في وادي اسمه خور توباك تابع لجنوب السودان، تابع لمنطقه اعالي النيل، شمال اعالي النيل. الناس زي الواحد اللي بيجي يفتكر كده طوالي من الخبر انه منسحبين ببوط ماشيين كده طوالي، هنا بتخد في راسك انه الناس زي ماشيين اهلهم ومنسحبين. لا لا، ما ماشيين اهلهم ومنسحبين، ماشيين عشان يجوا هجموا على الدمازين بهناك الناحيه الثانيه، ماشيين عشان يجوا مع الفصيل بتاع الحركه الشعبيه المفصول من مالك عقار المنفصل من مالك عقار عشان يجوا هجموا مع الدمازين والرصيرس. يعني ما منسحبين ماشيين خلاص، ما منسحبين ماشيين خلاص، ماشيين عشان يجهزوا نفسهم يجوا يهجموا على الدمازين من هناك. بترتيبات امنيه مع حكومه جنوب السودان. يعني الجيش لما دخل ضرب للطيران ما ضرب ساي وعارف. اخذ الليزن وعارف ديلك برضه زي ما هو ضرر علينا العصابات دي ضرر على جنوب السودان. الناس ديل تبلوا جوا جنوب السودان. الطيران بلاهم جوا جنوب السودان بموافقه حكومه جنوب السودان. وقال ده خطأ طبيعي، الجيش السوداني ما قاصد عادي. اتبلوا كم؟ كمية كبيرة جدا جدا. فصيل كامل من حركة تحرير السودان المنشقة من مالك عقار اللي كانوا جايين يدخلوا معاون الجنجويد عن طريق الدمازين. كمية كبيرة. بالإضافة لمنو؟ بالإضافة للجماعات من جنوب السودان التابعة للنيوير. اللي انسحبوا من المناطق دي عن طريق بوط يدخلوا بجوه بهناك عشان يجوا داخلين الدمازين من هناك، لانه دي عارفينها كويس من نهر من 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 عالي النيل شمال عالي النيل. فالحمد لله الخطر بهناك انتهى، الخطر بهناك تمام التمام، ما في اي خطر الان. الخطر بهناك تلاشى، الضربه كانت موجعه، الضربه كانت مؤلمه، اتدمرت العربات حقاتهم، عشرات العربات حقاتهم اتدمرت، عشرات الاليات حقاتهم اتدمرت، القوه بتاعتهم كلها الصليب اللي كانت داخله كلها انجغمت، ما فضل فيهم ولا ملقوط. ولا ملقوط. حكومه جنوب السودان طلعت وبررت وقالت تعلم انه الجيش السوداني وما يعني حاجه بالغلط وحاجه كده والموضوع عبر وما في اي حاجه. ده من الانتصارات بتحت الليله. ده من الانتصارات بتاعت الليلة. الانتصار الثالث كان في منطقة اللعوج أمس، منطقة الهشابة ومعاه كم قرية من الغرب تحت النيل الأزرق النيل الأبيض
تحت حول القطينة، دخلوا على جنجويد، طردوا الناس وشالوا بيوتهم وقعدوا جوا. الليلة الجيش مش هناك، الليلة الجيش مشلون هناك تماسيح النيل، دخلوا الغورة دي وطردوا الجنجويد ودقوا الجنجويد وسكوا الجنجويد ورجعوا الناس. أغلب الناس، في ناس رجعت كمية كبيرة، الآن الجنجويد جو راجعين لهنا. في تقدم، في تقدم كان ليه الفرقة 18، اتقدموا اتقدموا في شغل، كان في شغل كويس جدا 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 جدا. الشاهد الليلة في كل المواضيع دي أنه في تقدم في كل المحاور، في انحسار للتمرد. التمرد الآن لا حول له ولا قوة. التمرد الليلة دقة الفاشر دي انتهت منه نهاية، انتهت منه نهاية. جيش ماشيين جايين يحاربوا لهم جيش ومشتركة، والغايد بتاعهم اللي بيخطف فيهم خالد عجوبة. خالد عجوبة، خالد عجوبة، كمية بتاعت آيس، كمية بتاعت مخدرات، كمية بتاعت مريسة، كمية بتاعت عرقي، كمية بتاعت أي حاجة فيه. ده من الرجال اللي بيخشوا لهم منطقة، وبقول لك زي ما قدينا لهم الاحتياطي، وزي ما قدينا لهم، زي ما قدينا لهم، احنا ما بنجد لك، احنا بنجدك انت، احنا بنجدك انت. انت لو كنت راجل ما كنت تقعد في الخرطوم، شردت مالك، شردت مالك، طالما قديت وقديت وقديت شردت مالك، شردت مالك يا حرامي، شردت مالك يا وسخان، يا ابن الوسخان، شردت مالك، ما كنت تقعد، ما كنت تقعد يا قحاط يا قبي، ما كنت تقعد. لكن لأنك جبان، لأنك جبان، ومصيرك شفت زي الدنيا، زي الناس اللي بتحرق دي، بيقول لك شفت زي عود الكبريت ده، شفت الزول زي عود الكبريت ده، بتبقى زيه. والله العظيم ميتك حتكون شينفول، حيتحدثوا بها الأجيال الجاية كلها، حتتكلم بميتة عجوبة، لأنك تستاهل لك ميتة كده نهاية. ما مات زول قبلك، داري لك ميتة، ما مات زول قبلك، ما مات عميل قبلك، عميل قبلك كده ما يكون مات زيك. احنا دارين انك تموت ميتة، ميتة بشعة، بشعة، ميتة بشعة، ميتة بشعة، وحتموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب صباح الخير عليكم وين ما كنتم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. لايك واشتراك في قناة لعب 24 والناس اللي القوات المسلحة في كل مكان. صحيح أمس كانت يعني هجوم كانت بكثافة طبعا في داخل الفاشر، والحمد لله بصبر أو بكل تحمل طبعا لقوات المسلحة قوات المشتركة، كان انتصار كانت موافقة من قوات المسلحة المشتركة، والحمد لله. الهجوم بتاع امس ده يعني اول مره طبعا يعني بحصل هجوم كبير، هجوم كبير زي ده، وهجوم والله يعني بكثافه، لانه كثافه بتاع مواتر او كميه من المواتر وتعشرات، لانه يعني بكثافه طبعا حاله جدا جدا اللي حصلت طبعا في داخل فاشر. صحيح طبعا في ناس طبعا شافوا يعني عربيه عربيتين بس، لكن والله يعني الهجوم ده ما صح. الان هجوم بتاع امس ده هجوم كانت بكثافه، كثافه، بكثافه جدا جدا، والحمد لله القوات المسلحه والقوات المشتركه كانت او انتصار كانت موفقه طبعا من داخل فاشر، ونصر للقوات المسلحة في كل مكان. جنجويد والله أمس جو بأربع محاور، أربع محاور طبعا في داخل الفاشل، لأنه وخطة بتاع قوات المشتركة نجحت، لأنه هم ذاته شنو شغلهم زي جنجويد، وخطة بتاع نجح الحمد لله. لكن في ده جنجويد طبعا الحاجة الخطأ في رأس ما بخليها يعني إلا شنو يعملها أو إلا شنو يعني ينتهي، لأنه لو ما عمل ما بخلي، لأنه يلا إذا كده طبعا خليكم صاحيين، ارتكازات خليكم ثابتة، أو دوريات برضو خليكم شنو الثابتة، لأنه السهرة دي ما تخلو فارغ زي ده. وبعد الاحياء طبعا الموالي لجنجويد والنصر للقوات المسلحه في كل مكان. جبل مويه صحيح امس كانت يعني طيران يشتغل شغل كبير جدا في داخل جبل مويه. جبل مويه حسي طبعا فاضي، لانه جنجويد طبعا ما ما ما, ما كثير، لانه جنجويد في داخل جبل مويه دي ما كثير، لكن انا ما اعرف خيته القوات المسلحه يعني حتى الان طبعا في الصمود، لانه لكن احسن شنو تتحركوا، لانه تحرر جبل مويه او يعني يتم او النزافه طبعا جبل مويه. جبل مويه لو ما ندفته، لانه شنو بكون ما في او نفس طبعا لسنان، لأنه دي بكون مشكلة كبيرة جدا جدا، والناس اللي القوات المسلحة في كل مكان. في محور الفاو وفي الجزيرة برضو طبعا يعني فيها صمود، لكن طيران أمس كان يشتغل شغل كبير جدا جدا في محور الفاو. وصحيح يعني في مطفئة، لأنه مطفئة بعيد لبعيد، مطفئة طبعا ما باكل ايش، لأنه إلا شنو المشاة، لأنه ونصر قريب إن شاء الله. تحياتنا شباب، شكرا لكم واللي قدام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.